السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شهيواتنا ني كتقترح عليكم اليوم واحد الكيك على بساطته وسهولته، إلا أنه كيجي لذيذ بزاف ومعلك وهشيش. الكيك هو كيكة المقلوبة بطبقة التفاح والبنان أو الموز المكرملين. كيكة كما أشرت سهلة بزاف، وتحضيرها يعني ما كياخدش وقت، وحتى عناصر تحضير الكيك يعني في المتناول وفي كل بيت، إلا أنها كتجي غزالة بزاف وهشيشة ورطبة. تبعوا معايا الفيديو وإن شاء الله يعجبكم هذا الاقتراح وتجربوه. بسم الله. بالنسبه لهذا الكيك هذا، فاحنا في الاول غادي نحضروا الطبقه ديال التفاح والموز، يعني طبقه الفاكهه، عاد باش غادي نحضروا الكيك، يعني باش نعطيوها فرصه فاش تبرد. فاحنا غادي نحتاجوا 2 معالق كبار ديال الزبده، تقريبا ما يعادل 50 حتى 60 غرام، شويه ديال القرفه، عندي تقريبا هنايا معلقه كبيره ونص ديال عصير الليمون الحامض، عندي هنايا غادي نستعمل تقريبا 4 ديال المعالق ديال السكر الاسمر، يمكن لكم تعملوا 3 ديال السكر الابيض باش غادي نكرملوا هاد التفاح، عندي واحد الموزه صغيره، هذه الا كانت كبيره تكون مزيان، وعندي بالنسبه للتفاح انا غادي نقي، عامله هنا 3 صغار، نقدر نديرهم كاملين، نقدر نشوف الا نقيتهم وقطعتهم وجاوني شويه اكثر فغنقدر نعمل غير 2. دابا غادي نقي التفاح وغادي نقطعو وهو والموز. كما كتلاحظوا اخواتي، انا نقيت التفاحات بثلاثه والموزه خليتها، البنانه خليتها حتى نبغي نقطعها حتى نديرها حتى الاخر، درتها من الاول غادي تطلق ليا بزاف، فملي نقرب نحيد التفاح من فوق العافيه عاد باش غادي نضيف البنانه. فغادي ناخذ المقله، غادي ندير فيها هذه الزبده، غادي ندير فيها السكر، ندير 3 ديال المعالق عامرين بزاف. انا عملت السكر الاسمر، عملوا السكر الابيض، غادي نحطها فوق النار باش يذوب هاد الزبده، تذوب مع السكر ويتكرمل لينا واحد شويه. هانتوما كتلاحظوا ها هي الزبده كتذوب وكيذوب معاها هاد السكر. كما كتلاحظوا السكر داب بدا كيتلول مزيان، غادي نضيف هذاك التفاح، نزيد عليه عصير الليمون الحامض، قلت تقريبا معلقه ونص، غادي نبقى نقلبهم هكا، نقلب التفاح بهذا الشكل هذا حتى يبان لي تغلف مزيان بالسكر، وبدا يعني كياخذ داك اللون شويه غامق على هكذا. يعني غادي نزيد واحد رشيشه ديال الملح باش يزيدنا البنه، وغادي نزيد واحد شويه ديال القرفه، تقريبا 4 معالق صغيره، ما تكتروهاش ثاني. غادي نقلب، هانتوما كتلاحظوا ها هو التفاح بدا كيتكرمل. هنايا قطعت ديك البنانه في الحقيقه وجاتني صغيره، وانا نزيد واحده اخرى، غادي ندير هذه، يعني دابا عملوا واحد 2 موزات. خواتي صافي، هانتوما لاحظتوا البنان دغيا بدا كيتحل، يعني غادي تعملوه في ديك يعني الدقيقه الاخرى تقليبه بسيطه وبعدو على النار. بالنسبه لعمليه الكرمله ديال التفاح وهذا الموز، راه ما خداتش اكثر من 8 ديال الدقائق، هكذاك 8 هكذاك 7 ديال الدقائق. دابا غادي نفرغ هذا الخليط في القالب، عندي واحد القالب القطر نتاعو 24 سنتيم، غلفته بواحد القطعه ديال الورق، الا لقيتو تعملوا قالب صغر حتى من هكذا، يعني واحد 22 سنتيم يكون افضل. غادي نفرغ فيه مدهون كله، يعني الحواشي بالزبده ولكن القعر غلفته بالورق، غادي نفرغ فيه هذه الخلطه هذه. هنايا ها هي ديك الخلطه حطيتها في القالب وخليتها هنا على جنب كتبرد. دابا غادي نحضروا الخليط ديال الكيك. الخليط ديال الكيك بسيط جدا، عندي 2 بيضات، عندي واحد الكيس ديال الفانيلا، عندي هنا قشور ديال ليمونه حامضه محكوكين مع واحد رشيشه ديال الملح،
وبالنسبه للسكر فانا هنا عامله تقريبا فايت نص واحد الشويه ديال كاس العنبه. ودائما اقول السكر كيبقى للرغبه، تقدروا تعملوا كاس لاروب، تعملوا كاس كامل، تعملوا اقل اكثر اللي بغيتوا. عندي هنايا واحد نص كاس ديال الزيت تقريبا 80 مليلتر. بالنسبه للياغورت غادي نعمل تقريبا واحد 3 د المعالق عامرين مزيان، ولا نقدر نعمل العلبه كامله يعني حسب. وعندي هنايا 160 غرام ديال الدقيق، ما يعادل كاس ونص ديال العنبه، زائد تقريبا واحد المعلقه كبيره عامره مزيان. هنا عندي كيس ونص ديال الخميره الكيماويه، ما يعادل 10 غرام. الكيس اللي كنستعمل انا فيه 7 غرام. هنايا بالنسبه لهذا الخليط ديال البيض والسكر والحامض، القشور ديال الحامض، فغادي نخفقو مزيان حتى يبهاك لونه ويتضاعف حجمه عده مرات. هيا كما كتلاحظوا خفقت هذاك الخليط ديال البيض والسكر حتى ولا باهت بحال هكذا. غادي نضيفو عندنا نص كاس ديال الزيت، وبالنسبه للياغورت او الزبادي فانا عندي هذا طبيعي بدون نكهه بدون سكر، وهي هذيك درتو كامل ها هو حيت عمرت 3 د المعالق بزاف كبار وصافي. هو هذاك 110 غرام هذا فيه او نصف كوب، وغادي نخفق. واحد الملاحظه، يمكن بدل الياغورت يعني او الروب او الزبادي تعملوا نص كاس ديال الحليب، نص كاس ديال العنبه، يعني ما يعادل ثلث كوب من الحليب. هنا انا فرغت دقيق وخميره الكيماويه او بيكنج باودر. هنايا كما كتلاحظوا ها هو الخليط، لازم يكون بهكذا يعني ثقيل واحد الشويه، ما يكونش خفيف. الفرن انا عاد شعلته دابا، يعني الكيك غادي ندخلوه لواحد الفرن بارد، يعني ماشي سخون تماما، يعني الا خليته سخن غير واحد 3 دقائق 4 بركه كافيين. صافي دابا غادي ناخذ هذا الخليط، هذا راه برد، غادي نفرغ هنايا. حيت الخليط راه ثقيل فغادي تحاولوا توزعوه بحال هذا الشكل هذا، يعني ما تسناوش يسيح بوحدو. اخواتي الكيكه ديالنا ها هي وجدات، خدات لي في الفرن ما بين يعني ما غاديش تفوت 40 دقيقه، انا خدات لي تقريبا 36 حتى 37 دقيقة. كما أشرت الفرن يكون بارد، دخلوها الفرن وهو بارد، طبيعة الحال النار مفتوحة من التحت، الحرارة ما بين 165 و 170، يعني حتى الفرن ما يكونش سخون بزاف باش تعطيوها فرصة طيب شوية عليها.